See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Why so serious? You talking to me? I'll be back. I'm gonna make him an offer again. ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في السفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا في فيديو جديد وحلقه جديده، وده النهارده التريلر بتاعنا اللي هنعمله تريلر رياكشن او هنعمله سفلر رياكشن. هو الفيلم برضو الفيلم العربي المصري هينزل خلاص قريب، مفروض كمان اسبوعين او 16 اغسطس برضو على حسب علمي، وهو فيلم العميل صفر. انا مش عارف ايه يعني مزراب كميه افلام مصريه نازله الفتره اللي جايه بطريقه رهيبه. يعني انا ما اعرفش بصراحه، انا مش عايز اهبد، بس انا ما اعرفش امتى اخر مره فعليا نزل افلام مصريه كتيره بالشكل ده. يعني انا حرفيا مش فاكر. يعني احنا بنتكلم مثلا بالتريلر رياكشنز اللي احنا عملناها، وممكن يكون في افلام تانية ما عملناش تريلر رياكشن ولسه ما نزلناش تريلر. انت بتتكلم مثلا في 7-8 افلام يعني في موسم صيف. يعني موسم الصيف ده موسم صيف واحد، يعني الافلام كل الافلام اللي احنا عملناها تريلر رياكشن الفتره اللي فاتت هتنزل في اغسطس اللي هو موسم صيف. انت بتتكلم حوالي في 6-7-8 افلام، ف رقم غريب جدا، رقم كبير، يعني رقم غريب كبير قوي على ان انتاج في مصر يعملوا الافلام دي كلها. يعني قبل ما نبدا في حلقتنا في العميل صفر، اتمنى ان انت تكون عامل لايك وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا على طول حلقتنا. فيلم العميل صفر هو من تاليف وائل عبد الله ومن اخراج كريم العدل. كريم العدل ده اللي كان اخرج لنا قبل كده مسلسل ريح المدام، وهو قدم لنا فيلم واحد بس اللي هو كان فيلم قديم كده اسمه ولد وبنت. والكاست اللي معانا الفيلم عميل صفر هو اكرم حسني، نيلي كريم تاني. نيلي هو في ايه يا جماعه؟ نيلي كده ثالث فيلم لنيلي كريم ولا رابع فيلم من نيلي كريم؟ هو في ومفيش غير نيلي كريم ولا ايه يا جماعه؟ هو في ايه بجد؟ ومعانا برضو لبلبة وبيومي فؤاد وشريف دسوقي ومحمد علاء وليلى عزب العرب، ومعانا منذر ريحانة اسماء ابو اليزيد. نايس كاست، نايس كاست يا جماعه. انا شكلي تعبان، انا عارف ان انا شكلي تعبان وشكلي يعني رايح في داهيه خالص، بس بجد حقيقي غصب عني، لان انا كنت زي ما كنت قايل في التريلر رياكشن الاخير او اللي فات ان في مزراب تريلرز نزلت الفتره اللي فاتت، وتقريبا كلها تقريبا نزلت يوم ورا يوم على طول يعني ورا بعض. فكنت عاوز ان انا اعمل تريلر رياكشنز كلها في قاعده واحده، وعايزه يعني اخلص على التريلرز كلها واعملها تريلر رياكشن، لان لسه في حلقات تانية اصلا انا كنت مفروض مجهزها. يعني احنا حرفيا يعني انا مش عايز اخدكم حرفيا ليترلي، انا مش عايز اخدكم واقول لكم ان انا يعني ليترلي تقريبا في مثلا بتاع 15 فيديو. ده بجد، ده حرفيا بدون مبالغه، يعني تريلرز بس، يعني تريلرز بس في مثلا بتاع 9 مثلا 8 9 فيديوهات. يعني كاوفر اول الاسبوع ده احنا المفروض نشتغل على مثلا بتاع 14 15 فيديو مثلا، فالكم رهيب يعني. والمشكله ان انا عايز اخد كله مره واحده، اتليست التريلرز، ان انا عايز اخدهم كده تريلر رياكشن كله مره واحده، لان بصراحه الكم كتير جدا بتاعت الفيديوز الفتره اللي جايه. فعايز احاول على قد ما اقدر ان انا يعني اقوي نفسي كده، او اجمع كده، اجمع حالي واجمع نفسي، على الرغم ان انا عارفين ان انا بسقط ومش قادر، بس لا لازم يعني ان انا اخلص الفيديوز واعمل الفيديوز، عشان برضو الناس اللي مستنيه الفيديوز. انا عارف الناس اللي كانت دايما بتسالني حتى كمان على الصفحه على فيسبوك، هتعمل تريلر رياكشن للفيلم ده امتى، وهتعمل تريلر رياكشن للفيلم ده امتى والكلام ده كله. فعشان كده حبيت ان انا لا يعني اكيد مش عايز اخلي الناس مستنيه. عشان كده انا بصراحه حابب ان انا حابب انا كمان حتى حابب ان انا اشوف التريلرز بتاعت الافلام دي وهتبقى عامله ازاي. يعني كالعاده ما شفتش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. وللاسف هو مش تريلر، هو تيزر للاسف. يعني لو كنت اعرف ان هو تيزر قبل ما الحلقه، يعني قبل ما ابدا الحلقه، لو كنت اعرف ان هو كان تيزر ما كنتش عملت له حلقه، بس مش مشكله خلاص. يعني هو جاء على ده، يعني ما عملنا كذا تريلر ولسه في تريلرز ثانيه جايه، فهو جاء على ده. يعني هالكام ثانيه دي يعني هي دي اللي هتضر الدنيا، فمش مشكله، سوري لو طولت عليكم. فطبعا كان عادي ما شفتش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره، يلا بينا. مش صفر عبد اللطيف شداد الهمم اللي سلم سلاحه ويمسك ماشي. انا اتخلقت بانف بوليسيه بقلب جندي لا يخشى الا الله. العميل صفر رئيس التيم. ان قبلك شك وانت في المايه تعمل ايه؟ هقف عمودي وابص له في عينيه
واضربه بالزعنف في منطقة حساسة. اوكي التريلر هو اكشولي هو تيزر مش تريلر. بصوا هو من الفايبز, هو انا قبل ما اشوف التيزر اصلا او قبل ما اشوف التريلر, يعني عملنا له تريلر اكشن دلوقتي, يعني قبل ما اشوف التيزر ما اعرفش ليه دماغي راحت ل بول بلارت مول كاب, دماغي راحت لكده بعد ما شفت التريلر حرفيا, يعني حسيت ان هو ميكس ما بين بول بلارت مول كاب ونمس بوند بتاع هاني رمزي. ما اعرفش يعني انا بصراحه التيزر مش مشجع خالص, وطبعا مش عايز احكم على الفيلم من غير ما حتى اتليست اشوف الاوفيشال تريلر بتاعه عشان اطلع اتكلم اكتر. يعني ما اعرفش ليه بس التيزر ما شدنيش خالص, يعني حتى التيزر ما حمسنيش ان انا اتفرج على التريلر, والتريلر ما حمس يعني ما حمسنيش ان انا حتى اروح اتفرج على التريلر لما يجي ينزل عشان اديله نسبه ترقب. بس انا بصراحه التيزر لا مش عاجبني خالص التيزر, وطبعا احنا في التيزرز ما بنديش نسبه ترقب, فانا هستنى الاوفيشال تريلر عشان نعمله تريلر رياكشن. بس انا عن نفسي مش متفائل, معرفش ليه, يعني انا مش متفائل وحاسس ان الفيلم ده هيبقى سيم بفشخ وهيبقى يعني هيكرنش جدا وهيبقى افيهات بصراحه يعني رخص التراب يعني. بس انا مش عايز احكم معلش, يعني كلمتين طلعوا مني كده, بس انا هستنى الاوفيشال تريلر وهحكم. بس ده الاحساس يعني. طب اقول لكم حاجه, البطه الصفراء اللي هو المفروض الفيلم يعني مع كامل احترام لمحمد عبد الرحمن ومع كامل احترام لاكرم حسني, هو كنجوميه يعني مش ككوميديان, كنجوميه اكرم حسني مفروض ان هو اعلى من محمد عبد الرحمن, بس ككوميدي كفيلم كوميدي مفروض ما بين البطه الصفراء والعميل صفر. انا حاسس ان البطه الصفراء حاسس ان هو هيبقى لذ اصلا من ده, وافهاته هتبقى لذ من ده, والبانش لاينز هتبقى الذ من ده. ده احساسي انا عامه عن ده. هستنى التريلر الاوفيشال تريلر بتاعه, وان شاء الله لما يجي ينزل هنعمله تريلر رياكشن. طبعا مش هندي اي نسبه ترقب غير لما ينزل الاوفيشال تريلر وبس. دي كانت حلقتنا, وتقريبا ده التريلر المصري او الفيلم العربي المصري اللي معانا في الفيلم في افلام الصيف. ده اخر تريلر معانا النهارده في الافلام العربي. بعد كده ان شاء الله باذن الله هيبقى في تريلرز لافلام انجلش ومسلسلات انجلش كمان, اكشلي الاثنين يعني. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن فيلم العميل صفر. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديو تاني قريب. متنسوش تعمل سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم. متنسوش برضه تعمل سبسكرايب للشانل التاني اسمها هوم الون وتيك تو, هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك وتويتر انستجرام برضه هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.